التوفيق بتاع ربنا في الاول وفي الاخر. بس ممكن السنين اللي فاتت كان يمكن انا وجهة نظري ان هي كانت الموضوع ان كواليتي لعيبه الزمالك كان في كابتن احمد الاحمر، كان في يحيى الدرع، كان في سيف الدرع، كان في حسن كداح مع كريم هنداوي، مش عايز انسى حد، في اسامي كبيره قوي يعني كانت كلها اساسيه في منتخب مصر. والزمالك كان ما كانش مش فكره ان هي سيطره، بس هو كان بيدخل بطولات افريقيا كتير، بياخد البطولات، بيجي وماتشات الدوري معانا، ماتش بيخلص في الاخر. بس يمكن الفكره كلها ان هي كانت انا بالنسبه لي كانت توفيق، وبعد كده مع الموضوع اللي هو الزمالك بقرب عشان اخر فتره هو بيكسب فبس. والحمد لله احنا مع كل ده برده كان بيجي وقت اللي هو بنكسب ماتشات، بناخد بطولات في وقت ان هو كان البيك بتاع الزمالك، او ان هي كان يعني كان احسن وقت في عناصر في الفرقه مع الزمالك. بس ربنا كرمنا امبارح الحمد لله بعد 4 سنين. احنا تعبنا الصراحه، بدانا الموسم ده من شهر 7 اللي فات، هدفنا الاول والاخير طبعا هو الدوري، لان دي البطوله اللي غايبه عننا. وربنا كرم الحمد لله، دايما امبارح اللعيبه كلها كانت رجاله يعني، وكنا نازلين اللي هو احنا اوتر على الماتش، الحمد لله ربنا كرمنا. انا بالنسبه لي دي البطوله الوحيده اللي ما خدتهاش مع النادي، هي اهم بطوله الدوري يعني، ده انت الموسم كله بتفضل قاعد بتلعبه اصلا، مؤهل لدوري ابطال افريقيا، فريق واحد بس بيروح دوري ابطال افريقيا، بيبقى ليك فرصه ان انت تلعب السوبر الافريقي وتروح كاس العالم للانديه. بطوله صعبه وطويله جدا، لعبنا الزمالك كذا مره، خسرنا وكسبنا. ماتش امبارح بالنسبه لنا الصراحه كان نقطه فرق فعلا في الجيل كله، ان احنا نحقق بطوله زي دي مع بعض وننهي سيطره الزمالك، لان هم بياخدوا بطوله بقالهم 4 سنين ورا بعض. فبس ربنا كرمنا الحمد لله وقدرنا نعمل كده يعني. اعتقد انا بالنسبه لي كره حسن كداح اللي هي في الدقيقه 24 ونص، لان احنا كنا ناقصين وهم كانوا زياده، واحنا كسبانين 1 فهم اتعادلوا ولسه في الجيم واحنا ناقصين. فانا بالنسبه لي دي كانت او دي اكتر كوره انا كنت من جوايا عايز اصدها، علشان اللي هو خلينا في الجيم بس وخلينا واحنا ناقصين احنا كسبانين. وطبعا بينالتي كابتن احمد الاحمر بالنسبه لي برده جت في وقت مهم قوي في الدقيقه 58 واحنا كسبانين فرق 2، ولو جابها يبقى فرق 1 فممكن يتعادلوا ويكسبوا. بس فدول اهم كورتين بالنسبه لي. انا بالنسبه لي ما ركزتش عشان الماتش خلص او ان احنا كسبنا، والله ما كنت واخد بالي. الفرقة كانت بتحتفل بره، وحتى اللي في الملعب كانوا خلاص ساووا الملعب. انا لقيت نفسي صديت كورة التانية، ده بكر دخل فبحاول اصدها، صديتها، اكرم دخل صديتها، مش عارف يعني. بس هي حلوة الصراحة يعني، هي الكورة المفضلة بالنسبة لي في الماتش طبعا، بس كده كده توفيق من عند ربنا، انا فضلت مركز للاخر خلاص. بس